علو الهمة عند الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، والقصة طويلة ومشهورة في صحيح مسلم، من أن أبا ذر رضي الله عنه كان يعلم أن هناك إلهاً يستحق العبودية، ولا تستحق هذه الأصنام أن تعبد من دون الله عز وجل. فكان قبل أن يعرف وقبل أن يدخل في الإسلام كان إذا جاء بعد العشاء صلى حيثما استقبل، صلى صلاة حتى ينام فلا توقظه إلا حرارة الشمس. فبينما هو في يوم من الأيام إذا به وبأخيه وبأمه يأتون إلى خارج مكة، فذهب أخوه إلى مكة فرجع فقال: لقد سمعت يا أبا ذر رجلا يقال له عندهم الصابئ يقولون كاهن، ولقد سمعت كلام الكهنة وليس بقول كاهن ويقولون هو شاعر، ووضعت كلامه على أوزان الشعر فما وجدته شعرا، ولقد سمعت كلامه وسمعت كلامهم وإنهم ليقولون هو الكاذب، ووالله إنه هو الصادق وهم الكاذبون. فامتطأ أبو ذر راحلته حتى أتى فيقول: فتحسست أصغر وأضعف القوم، فقلت له: أين ذلك الصابئ الذي تزعمون أنه صابئ؟ فنادى في القوم حتى أتوني وعلوني بالضرب حتى أصبحت كأني نصب أحمر من الدماء، فأتيت زمزم فغسلت وجهي ومكثت عند زمزم 30 ما بين يوم وليلة، وليس لي طعام سوى ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني من السمنة، ولم أرى بي أثر الصفرة من الجوع. فيقول: بينما كانت امرأتان عند أساف ونائلة وهما صنمان يعبدان من دون الله عز وجل، أتيت فإذا بامرأتين فسببت هذين الصنمين، فذهبتا تولولان حتى أدركتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، فقالا لهما: ما شأنكما؟ فقالتا: ذلكم الصابئ يسب آلهتنا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطواف فطاف، فرآه أبو ذر فأتاه فقال: السلام عليك. قال أبو ذر: فأنا أول من حيا بتحية الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أنت؟ قلت: أبو ذر. قال: من أين؟ قال: من غفار، إلى أن ذكر آخر القصة. الشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى الهمة في أبي ذر فقال: يا أبا ذر أتدعو لي قومك؟ قال: أفعل. فذهب أبو ذر فدعا أخاه فقال أخوه: لا غنى لي عن دينك. ثم دعا أمه فدخلت أمه في الإسلام، ثم ذهبوا إلى غفار فأسلم نصفهم. وقال النصف الآخر: إذا هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلمنا. فلما هاجر أسلموا، فأتت أسلموا فقالت: نسلم على ما أسلم عليه إخواننا غفار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مقولته المشهورة: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.